السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي. كالعادة أنا كنجيب لكم الجديد لحسب تجارب ديالي. هذه الصوبة أنا متعودة ديما كنديرها في أيامات البرد، الصوبة ديال الخضار مع اللحم، فيها جميع المكونات الغذائية المناسبة لتقوية المناعة. فقط ما عليكم غير تابعوا هذا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تكون ناجحة عندكم هذه الوصفة هذه وغتعجبكم. ما عليكم تجربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي. اليوم غادي نقدم لكم صوبة ديال الخضار مع اللحم، كتجي رائعة ومزيانة في هذا الفصل، فصل البرد اللي هذا هو الوقت ديال الانفلونزا الموسميه. ان شاء الله هاد الصوبه هذه غادي ترفع المناعه ديالكم وتسخن لكم الصدر ان شاء الله. فما عليكم الا تبعوها من الاول للاخر. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوا الخضار. عندنا هنا جوج حبات ديال الجزر، حبه ديال البطاطا، والملفوف حبه صغيره ديال الملفوف مغسوله، جوج حبات ديال القرع الاخضر، والطماطم سوغيس، ولا يمكنكم تبدلوها بجوج طماطم كبار او هاد الطماطم سوغيس بحال هكا، شي كتعادل جوج طماطم كبار، بصله واحده، جوج نيوف ديال الثومه. عندنا هنا قزبر ربيع مشكل، وهنا سيقان ديال الكرافس، السيقان ديال الكرافس فقط، ما درتش انا الوراق، السيقان فقط. هنا قطعه ديال اللحم، وهنايا ملعقه كبيره ديال زيت العود. بالنسبه للتوابل عندنا السكنجبير، الفلفل الاسود، الكمون، والقزبر الكارم، والملح حسب الذوق. هذه هما اللي غنحتاجو لهم في المقادير. بسم الله على بركه الله. في الطنجره ديال الضغط غادي ندير فيها اللحم كما كتشوفوا، غندير فيها البصل، نقطع البصل، بس غادي تقطعو قطع كبار، شوفو شنو غادي تطحن في الاخر. ندير البصل، ندير التوابل كاملين، ندير ملعقة زيت، نضيف عليها مية، غير كما كتشوفوا غادي نضيف عليها القزبر، المعدنوس، والكرافس بحال هكا، غادي نضيف عليها طماطم، نضيف عليها جزر هكا كبار، بالنسبه لهاد المكونات غنضيفهم تنشعل عليها العافيه ونخليها تصفر، من بعد نرجع لكم باش نضيف هاد المكونات الثلاث. كتشوفوا البنات هما اللحم والخضار داكشي راه طاب شويه، دابا يا قفلت عليه باش نضيف الباقي المكونات اللي هي عباره عن كروم، غادي نقطعها بحال هكا، ملفوف غادي تقطع بحال هاد الطريقه هادي، كيهمش يكونو القطع كبار، باش يكمل الخيزو يعني الجزر طيب كلشي، نضيف عليهم هم. البطاطا والقرع، صافي كما كتشوفو هاهو، صافي غادي تقفل عليها ونطلقها بكم بعد قليل ما يكون واجد عندي ان شاء الله. دابا الحساء ديالنا ها هو، الخضر كلها وجدات. بالنسبه للحم ها هو كتشوفوا راه حتى هو راه طاب، لان الطريقه هذه كتخلي اللحم انه يطيب مع الخضره في وقت واحد. بالنسبه للخضره القدره اللي انا رميتها للرميه الثانيه كتاخذش وقت بحال اللحم، لان خليت اللحم هو اللي يطيب مع الجزر والباقي الخضر.
هذه هي الطريقه باش يجي لك الخضر باللحم. ودابا غادي نطحنهم كاملين دفعه واحده. طبعا غادي نستعمل هذا بسم الله على بركه الله. الحين غادي نلتقاو بعد قليل. الحساء ديال الخضر واللحم كيجي هكا، هذا المنظر ديالو كيجي رائع. وذوقته هكا بقطع ديال القزبر والمعدنوس كيجيو غزالين. البنات هو القوام ديالو، شوفوا كيجي هكا خاسر، هذا القوام ديالو كيجي خاسر البنات، ولكن نقول لكم الطعم رائع. بنات اللي اول مره يشوف هذه القناه ما ينساش دير الضغط على الاشتراك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وصفه صحيه كنتمنى انكم تجربوها في ديوركم. وشكرا لكم للفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم سالمين، مع السلامه.